بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى الله نتوكل. وبعد، مع حضراتكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين، أستاذ التشريح وعلم الأبنة في سلسلة منهج التشريح وعلم الأبنة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على فليكسور جروب اللي هي موجود في الفرونت أوف ذا فور آر. قبل ما نبدا كده نعرف بس العظم. المنطقه دي انا يا جماعه اسمها كربل، دي ميتاكربل، السلميات دي اسمها فالنجيس. كربل، ميتاكربل، فالنجيس. لما تروح للسلميات هتلاقي ثلاثه: بروكسيمال، ميدل، ديستال. بروكسيمال، ميدل، ديستال، ثلاثه هم بروكسيمال، ميدل، اند ديستال. معانا طبعا الصابع الصنب الكبير، في بس فقط بروكسيمال اند ديستال عشان نبقى عارفين بعد كده. طيب، اسماء الصوابع مهم جدا جدا جدا. واحد ثمب، او اللي هو عباره عن البوليكس، ثمب او البوليكس، اندكس، ميدل، رينج، ليتل فينجر. تاني، ثمب، اندكس، ميدل، عبال عندكم يا رب رينج، ثم ليتل فينجر. الصنب له اسم تاني اسمه بوليكس، اسمه بوليكس. دي اسماء الاصابع، دي مقدمه ودي مقدمه مهمه جدا. طيب، الكربل بون، انا عندي 8 عظمات في الكربل بون يا جماعه، 4 بروكسيمال و4 ديستال، 4 بروكسيمال و4 ديستال، مرتبين كالاتي. احفظ قانون عم يوسف: سالي فروم لاترال تو ميديال. سالي لما تلعب بوكر، تكسب تخسر كله هلس. نكتب القانون كده مع بعض ونطبقه اهو. سالي لما تلعب بوكر اهو، تكسب، والله خد وقت، تخسر كله هلس. ايه ده يا جماعه؟ تعالوا كده نشوف ايه الموضوع ده كده. سالي سكافويد لما لينيت تلعب ترايكوتر، بوكر بزفار، تكسب ترابيزيوم، تخسر ترابيزويد، كله كابيتات هلس هاميت. سالي لما تلعب بوكر، سالي سكافويد لينيت ترايكوتر بزفار، ده البروكسيمال فروم لاتر تو ميديال، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتات هاميت. دي اسماء الكربل بون. طبعا لازم نعرف ان الريديوس اصلا لاترال، الالا ميديال. بدانا باول مجموعه اللي هي سوبرفيشال جروب. سوبرفيشال جروب، ودي كده عباره عن 5 عضلات. ركزهم في شويه القوانين اللي هتنزل دلوقتي، قوانين هتحل لك المشكله، هتضرب لك الخمسه في كلمه واحده. اول مجموعه سوبرفيشال، ودول مرتبين فروم لاترال تو ميديال، نحفظهم مع بعض. واحد برونيتور تيرس، فليكسور كاربرادياليس، بالمارس لونجس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، فليكسور كاربي النارس. يبقى مرتبين فروم لاترال تو ميديال، اهم فروم لاترال تو ميديال، اهم برونيتور تيرس، فليكسور كاربرادياليس، بالمارس لونجس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس، فليكسور كاربي النارز. بص المجموعه دي هتلاقيهم اي نعم سوبرفيشال، لكن الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز موجوده بين الاربعه السوبرفيشال دول وبين الثلاثه دي. يعني اساسا في ناس بتقول ده مرتبين على 3 طبقات. فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز موجوده ان بتوين سوبرفيشال اند ديب جروب، يعني هتظهر حته في سوبرفيشال وحته بين سوبرفيشال وبين الديب جروب. اوريجين لهم كلهم اورجن واحد اهو، كومن فليكسور اورجن، طالع من امام الميديال ايبي كوندايل اوف ذا هيومرس،
كومن فليكسور اورجن، بص كلهم طالعين حته واحده، بص اهو كومن فليكسور اورجن ان فرونت للميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس نيرف سبلاي، كلهم هياخدوا فروم ذا ميديال نيرف اكسبت. يا راجل ده بقول لك النيرز يعني الله دير، يبقى كلهم هياخدوا من الميديال نيرف ما عدا الفليكسور كاربي، النيرز هتاخد من الالنر نيرف. يبقى بعد خلصنا من الاوريجن وخلصنا من نيرف سبلاي، باقي عندك ايه؟ انسرشن واكشن. انظر الى اسم العضل، يعني على سبيل المثال المجموعه دي يا جماعه تبع الفليكسور جروب، يبقى عملوا فليكشن خلاص. امشي واحده واحده كده، برونيتور تيرز، برونيتور عندنا عضله اسمها برونيشن سوباينيشن، كده سوباينيشن يا رب، ده سوباينيشن كده برونيشن، كده سوباينيشن كده برونيشن. باطن اليد ينظر الى اعلى وللامام سوباينيشن، اسفل وللخلف اسمه برونيشن، اسمه برونيشن، دي اسمها برونيتور تير، يبقى تعمل برونيشن. فليكسور هتعمل فليكشن، كاربي راديالز تحت الريديوس، تحت الريديوس يعني ايه ريديوس لاترال، يبقى تعمل ادكشن. بالمارس فليكشن، ديجيتورم يعني تعمل فليكشن للديجيت، فليكسور فليكشن، كاربي النيرز، النيرز الله هتخلي الايد تمشي ناحيه الميديال يعني تعمل ادكشن. ده قوانين عامه، انا لسه ما دخلتش على العضلات وتقريبا الخمس عضلات خلصوا. يبقى خلي بالك ان النيرف كلهم خدوا من الميديال نيرف، ما عدا فليكسور كارب النيرز هتاخد من الالنر نيرف، كلهم طالعين من الكومن فليكسور اورجن ما عدا بعض شواز كده خفيفه. انسرشن واكشن، انظر الى اسم العضله. اخر حاجه اي عضله، خد خلول عم يوسف ده كده، اي عضله تعمل برونيشن او تعمل سوباينيشن لازم تنتهي في ريديوس. اي عضله هتعمل برونيشن، ودول خمس عضلات اللي عملوا برونيشن وسوباينيشن، خمس عضلات، اي عضله تعمل برونيشن او تعمل سوباينيشن من الخمسه الانسرشن بتاعها لازم اروح الى الريديوس. بدأنا بأول عضلة برونيتور تيرس، كورجن كومن فليكسور اوريجن أمام الميديال ايبيكوندايل، وبتاخد اللور بارت من اللاترال من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج، أهي بتاخد من اللور بارت من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج، دي سوبرفيشال هيد اسمها هيومرال هيد، ثم ليها ديب هيد طالع من الأول طالع من الميديال اوف ذا كورونويد بروسيس اوف ذا الما، من الميديال اوف ذا كورونويد بروسيس اوف ذا الما. يبقى البرونيتور تيرز ليها تو هيدز، سوبرفيشال هيد بتاخد من الكومن فليكسور اورجن امام الميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، وبتاخد حته كده من الميديال سوبرا كوندايلر ريدج. اما الديب هيد من الالما طالع من الميديال بوردر اوف كورونويد بروسيس اسمها برونيتور، يبقى لازم تروح فين؟ لازم تروح للريديوس، ميدل اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا ريديوس، بص فين؟ اهي ميدل اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا ريديوس، هنا كده هتعمل ايه؟ هتعمل برونيشن، هتعمل ايه؟ هتعمل برونيشن. طبعا النيرف احنا قلناها خلاص انتهت، النيرف مش هقوله تاني، كلهم من الميديان ما عدا الالنارز من الالنار، هتعمل ايه؟ تعمل برونيشن، ده المين اكشن تمام، وهي ضمن الفليكسور جروب يبقى تعمل فليكشن، كلام منتهى البساطه. برونيشن، البرونيشن والسوباينيشن يا جماعه بيتم بين الريديوس وبين الالما ثلاث مفاصل، سوبيريور ميدل انفيريور، سوبيريور ميدل انفيريور، بيتم البرونيشن والسوباينيشن في السوبيريور اند انفيريور ريديو المر جوينت. خلي بالك السوبيريور اهو والانفيرور راديو المر جوينت بتتم فيهم حركات برونيشن اند سوباينيشن. خلي بالك بقى هنا كده العضله دي لا تهد لا سوبرفيشال هيد ولا دي بيد، ماشي بينهم الميديال نيرف، يبقى لما اروح للميديال نيرف افتكر من دلوقتي اقول لك دخل الفورم ارم فين يا بيه؟ بتوين تو هيدز اوف برونيتور تيرز، افتكر دي لما اروح ميديال نيرف، ثم ديب للديب هيد النر ارتي، يبقى الديب هيد هتفصل الالنر ارتري عن الميديان نيرف، يبقى الالنر ارتري دخل ديب للديب هيد، الميديان نيرف دخل بتوين ذا تو هيد اهو يا باشا، دخل بين التو هيد والالنر ارتري اهو دخل تحت منها، اذا الديب هيد فصلت الالنر عن الميديان نيرف. تاني عضله فليكسور كارب رادياليس،
منين يا باشا؟ كومن فليكسور اورجن، خلاص كلام جميل. نيرف، ميديا نيرف، اكشن اهو يا باشا. فليكسور يعني تعمل فليكشن، كاربي رادياليز ريديوس يعني تعمل ابدكشن اهو يا باشا. انا لسه ما دخلش على العضله وخلص كل حاجه، لسه الانسرشن ابدكشن انسرشن بقى. انت عندك يا حبيبي هنا كده 3 ميتاكاربال بون، فليكسور كارب رادياليز في الترتيب بتاعك رقم 2، فتروح الى 2 و3 ميتاكاربال بون، راح الى 2 و3 ميتاكاربال بون، راح 2 و3 ميتاكاربال بون. بالمارس لونجس اوريجين كومن فليكسور اوريجين، عضله دي مي بي ابسنت. النيرف عرفناه، الاكشن بتاعها فليكشن، تبقى الانسيرشن. حبيبي في الحته دي هنا كده في بطن الايد حاجه اسمها بالمر ابينيروزيس، وهنا في الحته دي من الاوستيك بساعد ساعده كده اسمه فليكسور ريتيناكلم، هتنتهي في الفليكسور ريتيناكلم والبالمر ابينيروزيس. فليكسور ريتيناكلم اند بالمر ابينيروزيس. فين العضله اهي يا باشا؟ اعمل فليكشن، بص 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 اهي اهي العضله اهي، بص بص حتى العضله واضحه خالص اهي اهي، ادي العضله ايه دي كده عباره عن، اعمل فليكشن بص بص اهي ظاهره خالص العضله ايه، ادي البلمارس لونجس مصل، اعمل هاي الفليكشن هتلاقي العضله طالعه قدام منك، بلمارس لونجس مصل. فليكسور دوجيتورام سوبر فيشاليز دي فيها شويه كلام، خلي بالك بقى. الاوريجن نفس الاوريجن كومن فليكسور اوريجن، ومن الميديال بوردر اوف كورونيت بروسيس اوف ذا المر، خلي بالك عدت عليك عضله اللي هي البرونيتور تيريز كانت طالعه نفس الاورجن بالظبط، يبقى انا لغايه دلوقتي دول الاورجن بتاعت البرونيتور تيريز اهو، مش البرونيتور تيريز كانت طالعه من كومن فليكسور اورجن ومن الميديال بوردر، دي ديب هيد ميديال بوردر في كورونيتور بروسيس، يبقى الميديال بوردر في كورونيتور بروسيس هتطلع منه عضلتين، واحد برونيتور تيريز على وجه التحديد ديب هيد اوف برونيتور تيريز وفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز. الحقيقه العضله دي طالعه من الهومرس وطالعه من الالنا وطالعه من الريديوس، طالعه من ثلاث عضمات، من الهومرس كومن فليكسور اورجن، من الالنا من الميديال اوف ذا كورونيتور بروسيس، من الريديوس في عندك هنا في الريديوس حاجه اسمها اوبليك ريدج والانتير بوردر اوف ذا ريديوس، اوبليك ريدج والانتير بوردر اوف ذا ايه؟ اوف ذا ريديوس. يبقى عضله طالعه من ثلاث عضمات وهي الوحيده اللي هتعمل الحركه دي، الوحيده اللي هتعمل الثلاث عضمات دول اللي هي عباره عن، خلي بالك البروتور تيريز كانت طالعه من الهيومرس والالنا، الوحيده اللي هتعمل ثلاث حركات دول فليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز، هتطلع من الكومن فليكسور اوريجن امام الميديا ليبيكوندايل كده الهيومرس، ميديا اوف كورونيت بروسيس كده الالنا، اوبليك لاين والانتيور بوردر اوف ذا ريديوس كده ريديوس، يبقى طالعه من الثلاث عضلات. خلي بالك علشان تروح فين العضله دي؟ تعمل انسيرشن للميديال فور فينجر، للميديال فور فينجر. فين يا بيه بالظبط؟ فين يا بيه بالظبط؟ خلي بالك بقى فين حته بقى، خلي بالك بقى الحته دي براحه تنتهي، خلي بالك ده كده اسمه بروكسيمال وده اسمه ميدل، ده بروكسيمال وده ميدل، راحت انتهت فين؟ بص في الميدل، في الميدل فالانجيس، في الميدل، في الميدل، في الميدل بتاعت الميديال فور فينجر، الميدل فالانجيس للميديال فور فينجر. خلي بالك ثبت البروكسيمال، البروكسيمال مفيش حاجه ماسكه فيها اهو، راحت انتهت فين؟ في الميدل اهو يا باشا، الميدل، 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 الميدل اوف ذا ميديال فور فينجر. الحقيقه العضله دي وهي معديه تحت الفليكسور ريتيناكلم مرتبه على طبقتين، مرتبه على طبقتين، خلي بالك العضله ماشيه اربعه تندل اربع عضلات مرتبه على طبقتين. البص كده، بص المنظر العام ده كده، بص 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 ادي الميدل والرينج دول سوبرفيشال، والاندكس والليتل فينجر دي بص ماشي ازاي اهي اهو، بص انا فاصل اهو اهو، بص بص اهو، يبقى الميدل والرينج ماشيين سوبرفيشال، اما الليتل الميدل والرينج سوبرفيشال، الاندكس والليتل ماشيين ديب، بص يا باشا اهي اهو ادي المنظر العضلي اهي اهي، دول سوبرفيشال ودول ديب، يبقى اذا الاربعه مش ماشيين جنب بعض كده، لا ده الاربعه مرتبين في صفين،
بتاع الميدل والرينج سوبرفيشال، وبتاعوت اهم بصبص، وبتاع الاندكس والليتل دول ديب ديب. فلكسور دكتورم سوبرفيشال اتفقنا كلهم ياخدوا من الميديان نيرف ما عدا الكارديال نيرف، هتاخد من الالنر نيرف. اكشن يا باشا، عضلة اهي عدت على الريست جوين هتعمل فليكشن، عدت على المفصل ده يا باشا، يا باشا المفصل ده كده اسمه ايه؟ اسمه ميتاكاربو فالانجيال اهو، اسمه ميتاكاربو فالانجيال. امال ده ايه؟ انتر فالانجيال. عندك كام انتر فالانجيال يا حبيبي؟ عندك اثنين، بروكسيمال انتر فالانجيال وديستال انتر فالانجيال. ما انت عندك ثلاثة فالانجيز، بروكسيمال ميدل ديستال. بين البروكسيمال وبين الميتاكاربال ميتاكاربو فالانجيال جوينت، بين الميدل وبين البروكسيمال بروكسيمال انتر فالانجيال جوينت، كلام جميل. بين الميدل وبين الديستال ديستال انتر فالانجيال جوينت. هعد لك الجوينت تاني، مفاصل تاني، ادي بالراحه كده، ادي الريست خلاص، ثم اللي هي الكاربو ميتاكاربو، كاربو ادي الريست، ثم كاربو ميتاكاربو، ثم ميتاكاربو فالانجيال، ميتاكاربو فالانجيال، ثم بروكسيمال انتر فالانجيال، ثم ديستال انتر فالانجيال. هقولهم لك تاني، ادي الريست، ادي الريست اهي اللي بين الريديوس وبين الكربل، اسمها ريدو كربل او ريس جوينت. وبعدين بين الكربل والكربو ميتاكاربل ده مفاصل يعني الحركه فيها ضعيفه، لكن بدا يظهر اول مفصل اهو اهو، ميتاكاربو فالانجيال، ميتاكاربو فالانجيال، ثم ثاني مفصل بروكسيمال انتر فالانجيال، ثم ثالث مفصل ديستال انتر فالانجيال. ماشي، ميتاكاربو فالانجيال بين الميتاكاربل وبين البروكسيمال فالانجيز، الديستال انتر فالانجيال بين البروكسيمال وبين الميدل، البروكسيمال انتر فالانجيال بين البروكسيمال وبين الميدل، الديستال خلي بالك بين الميدل وبين الديستال. هقولهمكم تاني بالراحه واخر مره اسمحوا لي، ادي الريست اهو، ثم ادي الميتاكاربو فالانجيال، ميتاكاربو فالانجيال، ثم بروكسيمال انتر فالانجيال، ثم ديستال انتر فالانجيال. هي بتنتهي فين؟ بتنتهي في البروكسيمال فالانجيس، عدت على الريست عدت، عدت على الميتاكاربو عدت، عدت على البروكسيمال انتر فالانجيال عدت، وقفت هنا كده. يبقى تعمل فليكشن كده، بص بص بص، انا عامل فليكشن كده اهو، فليكشن للريست والميتاكاربو فالانجيال، وعامل فليكشن كمان البروكسيمال، لكن خلي بالك من الصبع ده كده، بص 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 المنظر ده كده اه، فليكشن فليكشن فليكشن، لكن ده كده فيه اكستنشن، بص اهي هنا كده فيه اكستنشن، لسه الدسال انتر فالنجيال العضله بتاعته ما جاتش، يبقى يعمل فليكشن للريست، ميتاكاربو فالنجيال، بروكسيمال انتر فالنجيال. ليه؟ ليه بتنتهي اصلا فين يا باشا؟ في البروكسيمال انتر فالنجيال، في البروكسيمال فالنجيس، بروكسيمال فالنجيس. بعض من الريليشن بتاعت العضله، الميديان نيرف يا جماعه ماشي ديب ليها، الميديان نيرف لما اروح الميديان نيرف افتكروا ماشي ديب ليها، الريدال ارتري ماشي سوبرفيشال ليها، يبقى النيرف ديب، الريدال ارتري ماشي سوبرفيشال ليها، اما الالمر ارتري والالمر نيرف ماشي بينها، ادي العضله ايه؟ وبين الفليكسور كاربي النيرس. تاني، الميديان نيرف ماشي ديب ليها، ادي الميديان نيرف اهو اهو، ادي الميديان، ده كده ميديان نيرف ماشي ديب ليها، الريدال ارتري سوبرفيشال ليها، ثم الالنر نيرف اهو والالنر ارتري اهم بينها وبين الفليكسور كاربي النارز، بينها وبين الفليكسور كاربي النارز. ده اهم ريليشن للفليكسور ديجيتورم سوبرفيشالس. فليكسور كاربي النارز نفس القضيه، كومن فليكسور اوريجن، شكرا يا باشا، كومن فليكسور اوريجن، شكرا يا باشا. تطلع بقى منين؟ مين؟ ده اسمها النيرز، هتطلع حته من الاول يا اخي، تطلع منين؟ ميديال بوردر اوف اولكرينن بروسيس. طبعا الالنا يا جماعه، الالنا لما تيجي تشوف الالنا هتلاقي الالنا كده عامله كده اهي، شكل الالنا اهي اهي، بص كده الالنا اهي، ده كده اسمه كورونيد بروسيس، وده كده اسمه اولكرينن بروسيس اهو اهو، ده اسمه كورونويد بروسيس وده اسمه اولوكرين بروسيس. الكورونويد قلنا طالع منه اثنين، برونيتور تيرز فليكسور دشورم سوبرفيشال، هي طالعه منين بقى؟
طالع من الميديال بتاعه الاولوكرينين ويكمل بص بوستير بوردر اوف ذا النر اهي، يبقى طالع من الكومن فليكسور اورجن قدام الميديال اللي بيكون دايركت، طالع كمان ايه من الميديال بوردر بتاعه الاولوكرينين، لما تمشي معاه هيرجع على البوستير بوردر اوف ذا ايه اوف ذا النر. كلام جميل جدا. انسيرشن بقى بتاعها راحت ليرجع هناك ثاني لما تلعب بوكر، بوكر على بيزي فور، راحت انتهت كلها في البيزي فور، خلصت العضلة. ركز بقى في الحتة التكة اللي جاية دي، العضلة يا باشا انتهت كلها فين؟ في البيزي فور، خلاص كده. ثم من البيزي فور طلع فرعين، من البيزي فور طلع فرعين، واحد راح للهوك اوف هاميت اسم بيزي هاميت ليجامنت، والتاني راح للفيبس ميتاكاربل اسمه بيزي ميتاكاربل. يبقى لما تيجي هنا في الام سي كيو، الانسرشن بتاعها في البيزي فورم خلصت العضله، ثم من البيزي فورم بيطلع فرعين، فرع بيروح للهوك اوف هاميت اهو اسمه بيزي هاميت، وفرع راح للفيبس ميتاكاربل اسمه بيزي ميتاكاربل، لكن الانسرشن بتاعها خلص فين؟ في البيزي فورم. افتكروا المعلومه دي لما نروح للفليكس ريتناكلم هنعوزها، لما نروح الفليكس ريتراكلم هنعوز هذه المعلومه، ان هذه العضله بتنتهي في البي زي فورم. كلام زي الفل. النيرف، طب انا لسه قايل لك يا باشا كلهم ياخدوا من الميديا نيرف اكسبت العضله، هتاخد من الالنر نيرف. ايوه اكشن اسمها فليكسور، هتعمل فليكشن للريست اهو. كاربي للكارب النيرف الما، طب الما يبقى ادكشن للالنا ميديا، يبقى اي حاجه تعدى عليك تعمل لفظ النيرف سواء كانت فليكسور او اكسنسور هتعمل ادكشن. اي عضله تعدى عليك تعمل رادياليز سواء فليكسور او اكسنسور هتعمل ادكشن. تاني، اي عضله هتعدى عليك في الفور ارم تعمل كلمه النيرف هتعمل ادكشن لريس جول، تعمل كلمه رادياليز هتعمل ادكشن ايا كان بقى العضله فليكسور او اكستنسور ايا كان. ودول الخمس عضلات اللي هم موجودين في منطقه السوبرفيشيال جروب. بعض من الريليشنز للعضله اوف ذا فليكسور كاربي النيرف هي نفس الريليشن اللي خدناها، ارجع بقى هناك قلنا ارجع كده. اول حاجه ان الالنر نيرف هيخش بين التو هيدز بتاعه الفليكسور كاربي النيرف، ركز كده معايا اوعى تغلط. الميديان نيرف دخل بين راسي البرونيتور تيرز، الالنر نيرف دخل بين راسي الفلكسور كارب النيرف، اوعى تقول لي انا سمعت الكلمه ده بالكده، دي كان مع الميديان نيرف. يبقى الميديان نيرف دخل بتوين ذا تو هيدز اوف ذا برونيتور تيرز، الالنر نيرف دخل بتوين ذا تو هيدز اوف ذا فليكسور كاربي النيرف. وقلنا طبعا ان الالنر نيرف والالنر ارتي هيظهروا من الكلام ده قلناه قبل كده بين هاي العضله وبين الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس فوق الريست على طول، والكلام ده قلناه فين؟ قلناه في منطقه الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليس. واخيرا اشكركم شكرا جزيلا على سعة صدركم وحسن استماعكم، كان معكم الأستاذ الدكتور يوسف حسين أستاذ التشريح وعلم الأجنة. وأخيرا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، كما أتمنى من السادة الزملاء وأبنائي الأطباء اللي هم بيسمعوا هذه الفيديوهات يشيروها للزملاء الآخرين لعل أن تعم المنفعة للجميع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.